فكوا الحباب. لالا مولتي لالا لالا مولتي لالا لالا مولتي لالا لالا مولتي لالا العمر ديالي انا طاجين هو حبي انا هالطاجينه فاتي دزلكسه هالطاجينه فاتي دزلكسه. السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد عاوتاني. واخيرا جيت لكم الطاجين السوسي الملكي اللي بزاف الناس كانوا كيتسينوه. اليوم جبت لكم احسن طريقه سهله بزاف بزاف غادي تعجبكم بزاف، بغيتكم كاملين تجربوها وتشاركوها معايا في انستغرام. ودابا جينا للمقادير الحباب، دابا غادي نقول لكم المقادير شنو كنحتاج كلهم في الطاجين. اول شيء كنحتاج المطيشه، الجلبانه، زيت زيتون، العود انا ما كنزيد زيتون ما كنطيبها بزيت زيتون، الدجاج اوريدي خلطته وصاوبته ودرت له المقادير ديالو. في الاخر غادي نقول لكم شنو درت ليهم. الطاجين اكيد، البصله، الزيتون باش نزوق، واهم شيء التوابل المغربيه. بدون هاد التوابل انا ما كنطيبش، انا التوابل جايبهم من المغرب، عندك البزار، الخرقوم، التحميره، الملحه، قزبور ومعدنوس، هادو اهم شيء عندي في الطاجين. والبطاطا حبيبة الملايين. المهم نخزو وكنخلي واحد المطيشه حتى هي صاينه في الاخر كنبغي نزوق بها كنديرها من الجناب. المهم غادي تشوفها في الاخر تشوف الطريقه كيفاش. بعد ما وريتكم الحباب المقادير دابا غادي نبداو نوريكم اول شيء باش كنبداو. اول شيء كنبدا كنحط الدجاج، من بعد ما كتشوفوا انا كنحط الدجاج كله كنزيد هذاك المرقه، من بعد كنحط هذيك المرقه ديالو اللي كتبقى كنحطها فوق، من بعد كنحط شويه ديال المطيشه، عاد من بعد كنحط شويه ديال البصله، من بعد ما حطيت المطيشه والبصله فوق الدجاج دابا غادي نحطوا المقادير. اول شيء كنبدا كنحط شويه ديال السكنجبير، كوره ديال الطاجين، من بعد شويه البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، شويه القزبر والمعدنوس عندي اوريدي راه مخلطو، كيف كتشوفوا الحباب انا طريقتي بزاف سهله سهله، يعني بزاف الناس غادي يتجاوبوا معاها وغادي تجيكم سهله في الطاجين. اول شيء دابا غادي نبدا نقاد في البطاطا، كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا، هاهي تشوف البطاطا ما شاء الله مقادة وكل شيء. دابا غادي ندير غادي نبدا ندير الحيز، عرفتي هذا الطاجين ديالي عالمي بزاف ديال الناس ذاقوه كذا جنسية، صراحة واعر بزاف وبنين بزاف، كاع الناس كيحماقو عليه. ودابا جا وقت الجلبانة، جلبانة يا حبيبي جلبانة.
ودابا الزيتونات اللي مهمين بزاف بزاف. كل واحد شنو كيعجبو، كاين اللي كيحط انا هذا الزيتون بلا عدم، كاين اللي كيحط حمار، كاين اللي كيحط، كل واحد شنو كيحط. من بعد كنحط واحد شويه ديال المطيش هذاك اللي خليت بالاخر، كنخليه باش كنزوق به، حطيته هنا. وغادي نقطع واحد جوج طروفولات باش نزوق بهم في الطاجين بالجناب، كيجيو زوينين. حيت انا ما كنديرش الماء، ما كندير لا ما لا والو في الطاجين، باش تكونوا عارفين. كنخلي الخضره هي اللي كتطلق الماء ديالها. كتشوفوا بهذه الطريقه كندير انا، وحده هنا وحده هنا وحده هنا، وكاع نزيد وحده اخرى حتى يعني ماشي مشكل. نقطع هذا الشيء اللي زايد هنا، خصني نحيد. يا سلام سلم. ودابا جيت اخر شيء الشق النهائي، غادي ندير المقادير ثاني من الفوق. اول شيء شويه ديال التحميره هكا كامله على الطاجين من الفوق، شويه ديال الخرقوم كنا درناهم في الاول، دابا كنعاود نديرهم ثاني من الفوق. شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، ملحه، اخر شيء قزبر المعدنوس. واخر حاجه اللي كنخليها انا ديما هي زيت العود، زيت الزيتون كنخليها حتى الاخر عاد كنحطها فوق ديال الطاجين. نولع الطاجين بحال هكا، نص ديال الكاس. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين. من بعد دابا غادي ندير الكوزينه، غادي نحطو في البوطه كيبغي له يعني تقريبا ساعه حتى ساعه وربع باش كيطيب. ودابا غادي ندير الكوزينه باش يطيب. كيف كتشوفوا حنا جينا الكوزينه، دابا غادي نحطو كيف قلت لكم في البوطه. كيف قلت لكم الاحباب الطاجين كيبغي له ساعه حتى ساعه ونص ديال الطياب. غنسينوه دابا شويه من هنا ساعه ساعه ونص ونجيو نطلع عليه. بما خليتو دابا كيطيب غادي نمشي ندير اتاي باش الاخر نشربو مع اتاي، كيعجبني نشربو مع اتاي، الطاجين مع اتاي كيجي زوين بزاف. من بعد ما دازت تقريبا 20 دقيقه غادي نضربو عليه واحد الطليله زوينه خفيف. شوفوا الشكل ديال الفيديو. يا سلام سلم. بصراحه كي جاكم، بصراحه قولوا لي كي جاكم، قولوا لي كي جاكم صراحه، اكيد غادي يعجبكم والله حتى زوين بزاف بزاف. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، اللي سبق ما دارش اشتراك يدير لي لايك وكومونت وسبسكرايب وشاركوا مع الاصدقاء ديالو باش نزيد ندير فيديوهات اخرين، راه ملي كتشجعوني ما تنساوش لايك. ومن بعد ما الطاجين خدا مني تقريبا ساعه وخمسة دقائق بالضبط هو دابا جاهز، اجيو دابا معايا نوريو لكم. كنشكر كيتشوفوا الحباب. يا سلام روعة مع اتاي. هانتوما واخا تشوفوا واخا مغربيين راه حنا محافظين على التقاليد المغربية الحمد لله. يا سلام سلم. دابا كيف كتشوفوا الاحباب جينا النهايه ديال البلوك، ما تنساوش ديروا لي لايك كومونت وسبسكرايب وتشاركوا مع الاحباب ديالكم. بيس.